الشعور ديالي هو ديال الشعور ديال شي واحد اللي قام بالواجب. Vraiment le sentiment du devoir accompli. إلى جانب رفيقاتي ورفاقي تاحوا لي واحد الفرصة استثنائية باش نكون على رأس هذا الحزب العتيد. وكنتمنى أنه رفاقي وغادي تجي المناسبات فاش غادي نتكلموا على الحصيلة الكاملة. واليوم الحزب ديالنا تعطي مرة أخرى درسا للمشهد السياسي المغربي. بعدما كنا احنا الحزب الوحيد الذي استطاع أن ينتخب امرأة على رأسه، كنبينوا وتنعطيه درس ثاني وكنقولوا احنا يا حزب يحترم القوانين. يحترم القوانين لأن مشروعه كله مبني على بناء دولة الحق والقانون. ولهذا اليوم احنا كنبينوا بأن عندنا كفاءات داخل الحزب، نساء ورجال، شباب وشابات اللي هما مستعدين باش يستمروا في الانخراط من أجل الشعب والوطن والديمقراطية، منخرطين في الحركات الاجتماعية والنضالات الشعبية كلها، وتطلبوا الدولة المغربية بضرورة توفير الشروط ديال تعاقد مجتمعي جديد ما بين الدولة والمجتمع، لأن الثقة تفقدت، والثقة خصنا نبنيوها من جديد ونقويوها باش نبنيو وطنية متجددة مواطنة. احنا المغاربة كنا خصنا نكونوا اليوم يد واحدة للدفاع عن السيادة الوطنية واستقلال قراراتنا واختياراتنا، وخصنا نكونوا كلنا موحدين وفاهمين بأن في هذا العالم اللي فيه تغيرات كبيرة احنا خصنا نبنيو الديمقراطية. ما نبقاوش غير مطلب تبنى الديمقراطية بالعنوان ديالها الملكية البرلمانية ونديروا قطائع مع الاختيارات التي أوصلتنا إلى أزمة مركبة، ونحافظوا على بلادنا ونهضوا بالجهات المهمشة في هذا الوطن، ونخلقوا ذاك الأجواء المناسبة اللي غادي يفرحوا فيها الأمهات والآباء، واللي هي إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين، وأننا نوضعوا حد لمتابعة والتضييق على الأحزاب والجمعيات الجادة وعلى المناضلات والمناضلين الجادين. أن هادو وطنيين وباغين يدافعوا على البلاد وباغين يحميوها من كل أخطار المحدقة بها، وباغين بلادهم تكون مؤهبة ومؤهلة لرفع التحديات ولربح الرهانات المستقبلية، وهادشي كله ممكن. وحنا سعيدين اليوم درنا اجتهاد فكري وسياسي وقدمنا للبلاد مشروع مجتمعي قابل للتنفيذ، وحنا مستعدين باش نقوموا بنهضة تنظيمية داخلية ونديروا يدينا في يد كل الشرفاء في هذا الوطن كي يستمر الحلم، ولما لا نحققه صيانة لوحدتنا الوطنية واستكمالا لوحدتنا الترابية وصيانة لكرامة كل المواطنات والمواطنين في كل جهات الوطن.